طيب بهالسيجمنت رح نفسر كيف نعمل كوركت سكوات. كتير ناس بحبوا يعملوا سكوات ومن اهم الموفز بالبودي بيلدينج، بس كمان مثل ما بتنفعنا كتير بتاذينا كتير اذا بنعملها غلط. سو هلا رح تكون ميريام عم تعمل حركه وانا عم فسر بالتحديد كيف تكون الفورم صح. اهم شيء الفورم. تفضلي ميريام. اوكي اكيد لتشيلوها هي بيكون في راك سكوات، انا رح اعطيها اياها. اوكي اول شيء بدها تكون لاقي الاكس على عضلات الكتاف الترابيزس بيقولون، اكيد مش على الرقبه ولا على الظهر، ونكون طابين لقدام. بنبلش بالسكوات ميريام. اوكي ستوب ات اب. لاحظوا الايدين الكواع بدهم يكونوا تقريبا 90 درجه، الركب شوي بن لحتى يجي الستريس على الفاس وعلى الخاط مش على الظهر، واكيد الظهر مش طابه لقدام. وان مور تايم اجين، الركبه ثابته محلها ما عم بتطب لقدام او لورا. برجع تعديها هولد ات داون. لاحظوا كيف هي بارالل للارض. بنرجع نطلع. That's it.